مساء الخير. اليوم يعني انا الحين تقريبا بالليل، من بكره نصبح ابي اسوي لهم مندي حاشو، فانا جايبه الاغراض ومجهزتها، هي الخضار حقي واللحم الحاشي جايبته من بدري يعني، وعندي التسبيله هتبل وراح احطه بالثلاجه الى بكره ان شاء الله يكون اخذ الطعم كامل. حطيت بودرة ثوم وملح ماجي ابيض، وهنا ملون طعام شوية، هذا بهار لحم وهذا بهار عادي مشكل اللي احنا نسويه في البيت. ان شاء الله اسوي له حلقة واطبقه قدامكم، بهارات طعمه لذيذ. وهنا في فلفل احمر، بس راح انزل كله على هذا اللحم، وراح انزل الخضار بعد عليه. بس خلينا نتبل اول شيء اللحم بعدين الخضار. الحين بحطهم في الخضار واتبله مرة واحدة بس وخلاص، خليه لين بكرة ان شاء الله. بس بكرة راح نحتاج بصل كمية كبيرة حلقات، لانه هو راح يستوي على موية البصل. خلاص كذا هقفله واحطه في الثلاجة لين بكرة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير. الحين كده تقريبا الساعة 11:30، يعني متأخرة في طبخ الغداء. هذا البصل تقريبا 6 بصلات، راح أحطها في قدر الضغط. بس راح أحطها كلها في قدر الضغط، وراح أزيده كاسة شاهي ماء. بس هذا الموية كاسة شاهي. وراح احط عليها هذا الشبك، اذا كان مو مزفر عندكم تقدرون عادي تحطون اي حاجه، يعني مو شرط هذا الشبك. شايفين كيف صار؟ الحين راح ارص عليه الخضار واللحمه، ونترك على النار تقريبا ساعة ونص. حاولوا تحطون اللحم تحت عشان اللحم ياخذ وقت استوى اطول من الخضار. الخضار يعني عادي يستوي على بوخ اللحم. خلاص كذا حقفله وراح ادخله احطه على النار مدة ساعة زي ما قلت لكم، استودعوا الله. خلاص كذا راح اطلع اللحم تقريبا له 1.5 ساعة على النار، اطلعه اللحم والخضار كله، وراح ارصه في صينية علشان احمره شوية فوق النار، اطلع وارجع. الحين بعد ما طلعنا تقريبا كل الخضار ما بقي لي الا البصل، راح اخلي منه شوي والباقي راح اشيله عشان ارشه من فوق الوجه. شوف كذا خلاص تقريبا ذايب البصل، او اني اطحن البصل وارجعه مره ثانيه فوق الرز. انا راح اطحن البصل وراح ارجعه فوق الرز.
دحين بعد ما طحنت البصل حنزله كله في القدر، لانه مو الكل عندي ياكل البصل فعشان كذا طحنته. احط ملح وطعم طعام، وعندي قرنفل قرفه احطها كلها. راح انزل الرز عليه. كذا بالعافية علينا وعليكم.